أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكر ما أنعم به عليه، وذكرنا بنعمته سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق كما تعلمون صفة مبالغة، فهو يرزق من يشاء بغير حساب، وخزائنه ملأى، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. فذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمته علينا. اذكروا نعمة الله علينا، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكر نعمته علينا. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، تردد معه التلاوة، والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا آل داود شكرا. وقليل من عباد، قال اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا عملا يرضي الله تعالى عنكم، وتكونوا بذلك شاكرين لنعمته عليه. و أخبرنا سبحانه وتعالى أنه أنعم على لقمان، قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وأن هنا تسمى أن التفسيرية، أي تفسر ما قبلها بما بعدها، يعني ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر، أي اشكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الحكمة. والله تعالى يقول كما في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه نعمة عظيمة أن الإنسان يؤت الحكمة، والحكمة تتضمن العلم وتتضمن العدل وتتضمن وضع الأشياء في مواضعها. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم، وإن الله غني حميد. بعدها مباشرة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بكيفية شكر لقمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه علما ومكانة عظيمة، حتى قيل إنه كان له صديق يجلس معه في أول أيامه، وكان رعاة للغنم، وبعد ذاك رأى في لقمان العلم وحفاوة المجلس وكثرة الطلاب، قال: كيف صنع بك الله تعالى ما أرى؟ قال: بصدق الحديث والسكوت عما لا يعنيني. الشاهد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مكانة عظيمة، فأخبرنا عن شكر لقمان. قال: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ربنا قال له أن اشكر لله، شوفوا الشكر كان كيف. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. من أجدر ما شكر به لقمان عليه السلام نعمة الله تعالى عليه أن سخر هذه النعمة في تعليم التوحيد وفي تربية ولده على العقيدة. يا بني لا تشرك بالله، يعني ربنا تفضل علينا سبحانه وتعالى بكل نعمة. قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وشوفوا التعبير القرآني، قال: وأسبغ. الآن لما أنت تلبس توب، توب يكون سابغ، سابغ معناه شو؟ معناه يغطي بدنك كله. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة،
ومن الناس من يجادل في الله. لاحظوا، مع أنه هو كل نعمة من الله. أنت لو نظرت لنفسك كلها نعمة من الله. بعد قال ليه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فلقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إذا كان في حق المخلوق لو أسدلك نعمة من النعم، أو تفضل عليك بمنحة من المنح، وإنت شكرت غيره، تكون ظالم ولا مو ظالم؟ ظالم بلا شك. فكيف بالذي أنعم كل النعم وتفضل كل الفضل؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. انظر كيف نفصل الآيات. يعني ربنا أنعم علينا بنعم، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه النعم كلها مقابل إنك تشكر فقط. لكن مع ده ربنا سبحانه وتعالى قال كما في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الله يقول عن الناس: أكثرهم الكافرون، أي كافرون لنعمة الله تعالى عليهم، يكفرون بها لأنهم ينسبونها لغيره من المخلوقين. ومن الضعفاء الذين قال الله تعالى عنهم: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الآن من الظلم الأكبر، أكبر الظلم وأظلم الظلم، أن منح كثير من العباد ما ينبغي لله سبحانه وتعالى للمخلوقين، لأصحاب القبور والأضرحة وللسادة والمشايخ والكبراء والعظماء، أعطوهم ما لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الآن نحن نشاهد في عالمنا القريب والبعيد، القريب والبعيد، مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى، مظاهر الشرك والظلم الأكبر نحن نشاهدها، ونحن ما نقبلها في نفسنا. لو ظلمنا نحن الليلة ما نقبل، لو ظلمك إنسان في أدنى الحقوق أنت ما تقبل، فكيف يقبل الله سبحانه وتعالى
أن يعبد معه غيره في الأرض التي خلقها هو، ويعبده العباد الذين خلقهم هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. المثل معناه: هل أنت تقبل أيها العبد المسلم أن يكون خادمك مشاركا لك؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. الله تعالى السلام. سريع 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 سريع. تعال تعال. معنى المثل بارك الله فيكم: هل تقبل أنت في كرسي العبد الفقير وأنت لست بخالق، أنت لست بخالق، هل تقبل أن يكون المملوك عندك أو العامل عندك أن يكون شريكا لك في ملكك؟ ما بتقبل، وما في حد يقبل يشرك العامل بتاعه في ملكه. فكيف يقبل المولى سبحانه وتعالى الذي هو صاحب الملك وأنت لست صاحبه؟ وانتبهوا في الآية، قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ليس في ملككم فيما رزقناكم. وده ما حقك أصلا، الملك الآن عندك والأراضي الزراعية والعقارات والحلال اللي عندك هو ليس من ملكك أنت، إنما أعطاه الله إياك وأنت لا تقبل فيه المشاركة، مع إنه ما أنت المالك، ما أنت المالك ولا أنت الخالق ولا أنت الفاطر، لكن لا تقبل فيه المشاركة. فكيف يقبل الله سبحانه وتعالى الشراكة والمشاركة فيما خلق وفيما فطر وفيما برأ ورزق ويعتني بالعباد بالصحة وبالعافية وبالسلامة من الآفات، يعتني بالعباد ويعبد غيره؟ فأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد، وما تنسوها ولا تغفلوا عنا، لأن الإنسان إذا تغافل عن شكر نعمة التوحيد سلبها الله سبحانه وتعالى، ربنا يسلب عنك النعمة. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من لم يرعى نعمة التوحيد التي بسببها الرخاء والعافية والأمان سلبها الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. أهو النتيجة، النتيجة شنو؟ وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كل من لم يرعى نعمة التوحيد سلبها الله تبارك وتعالى منه. قومي سبأ تعلمون ما صنع، ربنا أنعم عليهم بنعمة كثيرة جدا فكفروا نعمة الله. ربنا قال: فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. شاهد يا أخواننا، الحمد لله أنتم في نعمة في بلاد التوحيد، إن كنتم من هذه البلد أو من غيرها، و يعني المقام ما مقام تطويل، لكن أختم بمسألة واحدة، وهي أنتم الآن تمثلون قادة لغيركم من البلاد، والناس يقتدون بهذه البلاد،
الناس يقتدون بكم. ولهذا ينبغي أن تحرصوا على تعليم من يأتيكم من الوافدين مثلنا، ينبغي أن يتعلموا منكم التوحيد، لأنه اللي بيرجع لبلاده هيشتغل على نفس النظام اللي جاء عندكم منه. فإنتوا إذا كنتوا قادة للناس في التوحيد، حتى لو لم يكن في بلادكم شرك، حتى لو ما عندكم، لكن لا تنظروا إلى وضع الناس الذين عندكم بقدر ما أنكم تنظرون إلى من يفد إليكم. فأنتم سفراء، أنتم سفراء والناس يقتدون بكم. وأذكر في هذا مسألة لطيفة جدا ذكرها أهل التاريخ، إن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في الحج في منى، ومعروف إنه في منى يجمع الإمام ويقصر. عثمان صلى 4 ركعات ما قصر الصلاة، بعض العلماء قالوا لأنه اتخذ عثمان رضي الله عنه يعني زوجة في مكة، لكن هذا تأويل مو صحيح، لأنه الجمع هنا والقصر ليس من أجل السفر، إنما من أجل النسك، حتى أهل مكة لا بد يقصروا الصلاة. طيب لماذا صنع هذا عثمان؟ أصح التفسيرات لهذا أنه رضي الله عنه رأى الناس الذين يفدون إلى مكة من غيرها، من الآفاقيين، الناس اللي جايين من بعيد، من الأعاجم ومن الأعراب اللي دخلوا مكة، ولو صلى بهم عثمان وهو أمير المؤمنين، لو صلى بهم ركعتين لرجعوا إلى بلادهم يصلون ركعتين. ما يعرفوا لك أن هذا من أجل النسب، فصلى بهم 4، حتى قالوا قام رجل من الناس وقال يا عثمان والله ما زلت أصليها ركعتين من عام أول، يعني من السنة الفاتت أنا جيت هنا شفتك بصلي ركعتين، أنا رجعت قال في أهلي بصلي ركعتين لحد ما أفت. لأنه ظن أن الذي رآه هنا في مكة هو الذي ينبغي أن يصنع في غيره. ولهذا الإخوة هنا عندكم والمشايخ فيكم الخير وربنا يوفقكم ويعينكم، لكن انظروا بهذا المنظار، أنتم سفراء، ما تقدمونه أنتم هنا ينطبق على بقية الناس في غير بلاده. لأنه الآن تلقى المجلس ما شاء الله الشيخ والعالم سعودي ويدرس الناس على نظام السعودية وعلى وضع السعودية، والحمد لله بلاد توحيد وما فيها مظاهر للشرك، لكن الجالسين من الناس منهم الأفريقي ومنهم الآسيوي واللي جاي من بعيد واللي جاي من بلاد قبورية من أولها إلى آخره، حيرجع هناك ويدرس الناس كما درس عند شيخ. فينبغي أن يركز كما كان مشايخنا وعلمانا الأوائل على دعوة التوحيد، لأن هذه البلد باعتبارها يعني سفارة تنقل إلى العالم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا، وأعتذر أنا طولت في الكلام وأخذت المجلس.